عسلامة يا جماعة. ثقة في النفس هي موضوع في منتهى الأهمية. ما لها أربع طرق باش نقوي في ثقتي في روحي. أولاً، تحدى مخاوفك. من أكبر مصادر الخوف هما الحاجات اللي ما نعرفهمش. كل ما نعرض نفسي مخاوفي قد ما نستانس بهم ويوليو ما عادش مخاوف. فكروا كيف كنا صغار قديش شق الكياس كانت تظهرنا مرعبة. اليوم تشق الكياس من غير ما تغزره أصلاً. علاش؟ استانس. الحل هو أنك تعرض روحك لمخاوفك دورياً. هكاك تصير إعادة برمجة للدماغ بتاعك فيما يخص المخاوف هذيك. تغلبوا على ما يكفي من المخاوف وشوفوا كيف ثقتكم في النفس وللحلقة. ثانياً، أعرف نقاط القوة متاعك. علمياً الإنسان منجذب ومركز على أخطاء ونقاط ضعفه أكثر من نقاط القوة متاعه. هكاك سان فينومين دو سيرفي. إذا نحب نقول لكم لثقتكم في النفس مرتبطة برشا في إمكانياتكم في اعتبار كمالياتكم تحقيقاتكم ومواهبكم. في شنو أنا باهي من الحاجات الحلوين اللي عملتهم يعني عموما شنو الحاجات اللي نجم نعطي فيهم بالك. الفكرة هنا هي أنكم تعدي وقت معين يوميا في تحليل قواكم، هذا يعاونك برشا في كسب نفسكم. ثلاثة، حط لروحك أهداف ملموسة. تحقيق الأهداف أكثر حاجة بناء للثقة في النفس. من المهم أن الأهداف اللي نحددها تكون ملموسة مش وهمية. أعز طريقة، اكتبوا أهدافكم واحصروها بتواريخ واضحة. ما نتمناش هكاكة في الهوية. وثق، ابدأ اختم. نجموا زادة نستعملوا جورنال يتعلق بأهدافكم. اكتبوا فيه مذكرات. هكاكة فاسيلمون تولي تقارن وين كنت وين وين. طريقة تاخذ شوية وقت لكن صدقوني فعال. رابعاً، بينوا ثقتكم في أنفسكم. Fake it till you make it. ما نحبش الجملة هذه لكن فيها برشا صحة. العالم اللي نعيشوا فيه يتعامل معنا إكزاكتومون كيما الإيماج اللي موجودة فيها. كان تعطي في صورة خايبة باش تكون معاملته ليك خايبة، كان تعطي في صورة باهية باش تكون معاملته ليك بالمثل. اتحكم في البوستور نتاعك، اتحكم في الريسبيراسيون نتاعك، اتحكم في الهندات نتاعك والطريقة اللي تتصرف بها من بعد. هكاكا يتحسنوا معاك العباد وتتحسن انت مع روحك. هذا كل ما يخص لي زاستيوس نتاع الثقة في النفس. كان معكم محمد منيبارا وانت جرب وتفكري.